ما حد معترض على حكمة رب العالمين، وأنا مؤمنة بقضاء الله وقدره. بالعكس، أنا أشوف نفسي محظوظة أني عرفت موعد وفاتي علشان أعيد ترتيب حساباتي مرة ثانية وأخذ مجموعة قرارات علشان أموت وأنا مرتاحة. آسيا، بعيد الشر عنك يعني، إن شاء الله تطيبين. إيش فيك؟ ليش تقولين هال... أنا فكرت وايد ووصلت القرار يريحني ويرضيكم بنفس الوقت، وأنا متأكدة أن القرار هذا لمصلحتكم. آسيا، شنو هالقرار هذا؟ أنتوا إخواني اللي أحبهم، ما عندي غيركم بهالدنيا. أمي الله يرحمها قبل لا تموت وصتني عليكم، أخاف عليكم مثل ما أخاف على عيالي بالضبط. ما أبي عقب موتي تختلفون على شيء، لأن وجودي بينكم هو السبب في استقرار العلاقة ما بينكم. عشان كذي أنا قررت أني أبيع البيت هذا وكل واحد يأخذ نصيبه. أبي هالشيء هذا يتم قدام عيني وأنا عايشة. ما أبي عقب وفاتي تختلفون على بيت أو فلوس. آسيا، أنت ما تثقين فيني. لا تأخذ الموضوع بشكل شخصي. لا يبا، أنت ما تثقين فيني؟ ولكن ما قلتي الكلام هذا؟ أنت خايفة أني أنا آكل حقوق أخواني؟ تبي الصج؟ إيه خايفة، وإذا صار هالشيء بيكون بسبة زوجتك. ليش تكرون زوجتي؟ ليش تظنون فيها بالشينة؟ هي صحيح ما قامت بواجباتها الاجتماعية تجاهكم، ما تيكم ولا تسير عليكم، بس قلبها طيب أبيض، يعني عمرها ما شيشتني عليكم. أنا هذا كله ما يهمني، أنا يهمني الحين إن إحنا نلقى شراي للبيت وبأسرع وقت. يوسف، أنا أيامي في هالدنيا معدودة. يعني أنت جاية تخبرينا، ما أنت جاية عشان تأخذين رأينا. مو أنا لو كل قرار بأخذ رأيكم فيه ما راح نتفق. أنا أدري أنك أخوي العود، وطبعاً لك كل تقدير واحترام، بس أنا أدرى بمصلحتكم وأعرف كل واحد فيكم شو يفكر فيه. الحين نوف وافقت أنها تبيع، أحب أسمع رأيكم. عزيز، إيش رأيك؟ ها؟ بعد عمر طويل إن شاء الله. أنا عن نفسي ما عندي مانع أبيع وأخذ فلوسي. سيريسلي. وأنت يوسف؟ أنا رأيي من رأيكم، ما راح أوقف بوجهكم أنا. ممتاز. يا عزيز، شوفي مرة ثانية شفتش تورطين بالحديقة اتفرج فاهمة؟ الله، طب انا ما عملتش حاجة، انا عملت ايه؟ شوفي لا تسوي نفسك بريئة، انا عايش معاش 3 سنين بامريكا وحافظك عادل وعارف خباتك. حرام عليك، ما انا قاعدة هنا ما تحركتش. سمعي، ترى انا مو مخليك عشان سواد عيونك وحابك، انا اني ما عندي فلوس النفقة، ما عندي شيء ادفع لك اياه، فاهمة؟ انا اصلا ما طلبتش منك اي حاجة. أنا من قبل مو قايلش ما تمشين بالبيت، صح ولا لا؟ صح صح، كل اللي أنت بتقوله صح. وقايلش ما بيش تمشين عشان خواتي لا يشوفونك ولا يدرون أنا متزوجك. أنت ليه بتعمل كده؟ كلام الحب والغرام اللي كنت بتقولولي في أمريكا خلاص راح بانش. بس عاد يلا، بس من شفتش طالع برا الدار أتفنش داخل هني، فاهمة؟ شفتي بيعمل فينا ايه؟
الله الله. قدك ارتحتي الحين كذي؟ ما قلت لك؟ ما قلت لك بوقفهم عند حدهم؟ صدقتني الحين؟ وين الحد اللي انت حطيتيه؟ انت كذي فضحتيهم بالاسم، يعني ضايقتيهم اكثر واكثر، وبعدين هم ما راح يخلونك بروحك، راح يضلون وراك 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 اكثر من الاول. وانا ايش كتبت؟ ما كتبت الا عن تصرفاتهم معاي، وبعدين هذا واحد من الفداويه حق واحد من الفاسدين، والناس عارفه منو الفاسد ومنو الصالح، يعني هم فاضحين نفسهم بنفسهم. انتي ما ادري ايش فيش انتي. انا الحين ايش بسوي والله؟ بعابل سالفة ولديك ولا سالفة عزيز ويا مرته هذه اللي حاطها على قلوبنا ولا سالفة آسيا؟ أنا مالك شغل فيني، أموري أنا قادرة أحلها بنفسي الحمد لله. إذا قلت لك تعال أوقف معي وساعدني لك حق علي. نشوف شلون دافعين عن نفسك، نشوف. بنشوف. وش الجديد يعني؟ اختك من زمان كذي اتحرككم على مزاجها، كنكم عرايس روحه وروحه، تعالوا تعالوا. من خذيتك وهذا الوضع اكو شيء تغير؟ بس 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 سكتي سكتي ارجوك. انا قلت لك السالفه علشان تساعديني، مو تزيدين نار حطب. النار من زمان شابه، بس الموضوع ما فيه ان دخلتها للحين ما خنقتك. المشكله عزيز ونوف ما راح يكونون وياي، اثنينهم على رايها. بظل أنا بروحي المعترض، شكون موقفي يعني؟ بظل أنا بشينا قدامه. أنت جرب قول رأيك، وأنا متأكدة إن نوف وعبد العزيز بيوقفون معك بصفك، ما حد راضي على قرارها. إيه بس شو تباع؟ البيت ينباع، هذا بيت أبوي الله يرحمه، يا ما تربينا فيه، ذكرياتنا فيه، طفولتنا فيه، معاشي حطيته كله علشان أرمم هذا البيت. وبالنهاية يبا ما يصير. أختك هذه نحيسة وما ترحم أحد وطول عمرها راعية مشاكل. أنا أقول يا ولد الناس تحاطط أنت وإخوانك، عطوها نصيبها وخت روح. لا لا لا، هذه أختنا، شلون نزعلها؟ شلون نخليها تشيل علينا؟ لا يا ربي ما أدري شو أقول لك. شو الحل عيل؟ الحل أمرنا لله، شو نسوي؟ نقعد. أدري أمرنا لله، بس تدري شلون؟ أنا عندي حل لك. شنو الحل؟ ما اطلوها، اخر البيعه، يعني ما اطل الموضوع، لا تخليها بسرعه بسرعه كذي. يعني ليه متى بالماضي؟ انتم مو تقولون ما بقى لها شيء بهالدنيا؟ ايه خلاص عيل، انت ما اطل في الموضوع لان الله ياخذ امانته مثل ما يقولون، تروح الى الدار الاخره. مالي شغل.
هذه خيمتنا، والخيمة السوداء هذه خيمة العائلة، وأكيد الحين مقلوبة فوق حدر، الفرش مطشرة والكنابل. أوه أهلا أهلا أهلا. ماما صورنا وإحنا قاعدين ننقز. يلا روحوا نقزوا، يلا 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 يلا، عدل عدل عدل. وهذه آسيا، آسيا ايش قاعد تقصص؟ إيه خوش، قاعد تسوي السلطة. أروح لها بالعدال 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 بالعدال. إيه 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 قاعد تسوي؟ بسم الله، إيش فيك أنت؟ ما توزع عن سوالفك، الله يسامحك. بس تعال 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 تعال. آه سويت لنا، لا تخربين رجيمي، لا تخربين رجيمي. بخرب رجيمي. أعطيني. أقولك الزحلاقية هذه متى متى خاطري فيها؟ يلا روحي 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 خلاص. تبجرين على شغلي أصلا مو عشان اليهال. يلا روحي. شايف مو قاعدة تساعدني بالسلطة. فهد بو فهد. عجل حرقنا البرجر، كل ما حاكي اقول له شيله شيله، ما استوت ما استوت. ولدان ولدان يبيها ولدان. تعال تعال شوف شوف هذا. لا فهد عاد خشوا لي شيء. تعال شوفني ولا سلم عمر خاطري. يلا 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 انا بروح اركض وياك. مريم ولا تين ما بيج بلا بيي. يلا 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 عدل عدل عدل. يلا دروا بالكم يا آسيا، سارولا الطيحين. يلا 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 بشوف بشوف أنا بشوف. يلا روحي الحين أيكم روحوا. أنا بخرب عليكم. يلا واحد اثنين ثلاث. نوف وينها؟ نوف نوف عدل ولا منو؟ لا صور. ايش قاعد تسوين بالخيمه؟ كنت قاعده اعدل شعري. كنت قاعده مكياجي وناسه. خوش فكره. اقول لك شيء، لا توريها بعدين حق ريلي وعيالي. لا لا بعدين يقولون امنا كانت مجنونه. يعانى يعانى يوسف خلص الاكل. يلا 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 لا 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 هذه مالتي. اذا اخر اطلع التوست هذه مالتي. لا 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 ترى هذا تحت خشلي خشلي خشلي. شوف 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 شوف. وينها وين؟ لا هذه مالتي. لا اللي محترق متحمسه. متحمسه. يا تعال يوسف لا تسوي. تعال عيالي ايش حق عيالي؟ عمي انا نصيب. تعال 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 تعال. انا اكل واخرى. لا 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 عاد هذه مالتي انا. يوسف ليش بيتسوى؟ ترقد احسن ولدان ولدان. يلا 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 عدل عدل عدل. حلو 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 مريم. كل شيء كل شيء ما تقلكم. تسلمي ايدك يا ام فهد. اقول اقول لا تاكلين عيالي بس وصل نفسك انت راسمه. هاتي ما هاتي بيتي. كيفكم؟ كل شيء قاعد اوثق لكم، بعد شوي بعرضه لكم. حياتي بطل حلجك. انت الوحيد اللي ما اكلت بينا. الحين تعطيني المحترق ها؟ هلا اللي طلع معاي بعد شو اسوي لك؟ شوفوا شوفوا شوفوا. شوفوا ايش عطتني شوفوا 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 المحترقه. شوفوا 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 هذه اختي العوده. شوفوا هذه اختي العوده. ولو ان هذه اختي سبحان الله شلون ما ادري. احبك احب اموت فيك. بس ابو فهد برجر برجر فهد كلها محترقه حطيتوا عينكم عليها شركت فيها. هو ذن برجر محترق. تعال 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 في الطبق. Thank you.
الله يعينك يا آسيا اللي انت فيه. مهما تعبتي ما راح نقدر نحس باللي تحسينه. انت بعد اسبوعين قاعد هني؟ ما كفاش الفضيحه اللي سويتيها لنا؟ لو درت آسيا ان انت زوجة عزيز شناوة تسوي فينا انت؟ هو حضرتك بتتكلم معانا؟ كلمي عادي انا لما اكلمك. بعد اذنك نزل ايدك ما تلمسنيش. انت كم تبين؟ ايه؟ كم تبين؟ كلامي ما راح يتكرر. كم تبين علشان تطلبي الطلاق من اخوي؟ علشان نفتك منك خير شر؟ ولا تقولين حق احد اني انا اعطيتك فلوس. Are you serious? Are you kidding me? انت فاكرني ايه يا يوسف عشان تقول لي كده؟ لا فاكرك ولا فاكرتني. انا فاهمك عدل. انا فاهم الناس اللي على شاكلتك. انا فاهمك عدل. انت ما تحبين اخوي ولا تحبين تقعدين هني. انت جايه عشان ريحه الفلوس، تحبين الفلوس. وكل المشاكل اللي صارت في هالبيت من تحت راسك انت. طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان انا موافقه؟ هتديني كام؟ اعطيك 10 15 20. لا كان غيرك اشطر، انا رسمه على اكتر من كده بكتير. لا ما تقدرين. لو درت آسيا ما راح تخليك لحالك. انا مش خايفه لا منك ولا من اللي اسمها آسيا دي. انا خايفه من حاجه واحده بس، ان انا مش هرجع بلدي ايد قدام وايد ورا. واقعه تقولين الكلام هذا قدامي؟ اخصح عليك، هو انا يعني عشان بقول الحقيقه بقت وقحه؟ دي ما تخافين لما اقول انا حق عزيز؟ لا مش خايفه، عشان your wife she tried many times and she failed to convince him ان انا برضه مش كويسه، وانت برضه هتفشل. راح اطلقش بن عزيز باسرع وقت ممكن، اسرع من ربش العين، واياني واياك تتحديني، فاهمه؟ هي العيلة دي مش هتجيبها لبرا ولا ايه؟ معقولة؟ معقولة عمك يروح المخفر شديد ويتنازل عن القضية بدون سبب؟ ايش فيك يما؟ عسى ما شاء الله، يعني قصدك ان انا مهدده؟ هني السؤال، عمك شلون يتنازل عن القضية إذا أنت ما كنت مهدده؟ وي يما مخك وديك بعيد، ما كلمته ولا هددته بشيء. لا، عمك كذي دش المخفر تشك بوم، قال لهم يا جماعة بتنازل عن قضيتي. الحين أنا ايش علي بعمي؟ أنا موضوع ثاني اللي بكلمك فيه. من طالع من الدار هني الليلة إلا لما تقول لي أنت شنو ماسك على عمك؟ لا تنفخ. شنو المصيبة البلوى العودة اللي قاضبها على عمك؟ إي ماسك عليه، ماسك عليه بلوى عودة توديه ورا الشمس، بس ما أقدر أقول لك شلون. وليش ما تقدر تقول لي؟ يا يمه خلاص يمه ما لك شغل فيه، خلاص عمي أنا ماسك على شيء وأنا أتفاهم معه، من اليوم رايح اللي رش ما يرش بدم، بس ما لك شغل أنت. اسمع فهود، ما له خلق مشاكل هالأيام. أبوك وعمك وخواته قاعد يخططون على بيعة البيت، يعني أي مصيبة ولا أي مشكلة منك أنت أبوك بحطها على راسي، ويمكن يتزوج علي ويسبه أنت. يا ربي الحين أنا شعلي بهالمواضيع هذه؟ أنا مو يالك بكلمك بهالموضوع، أنا بكلمك بخصوص المعهد ما بكمل. يا حسرتي، شو مسوي بعد بالمعهد؟ بتهاوش مع أحد؟ أفصلوك؟ مو من وراك ما تيل المصايب؟ إيش فيك يمه؟ أنت الواحد ما يقدر يقول لك شيء، عسى ما قلت لك شيء فهمتيني غلط، ما أفصلوني ولا شيء بس أنا ماني مكمل. إيه ليش ما انت مكمل؟ ابي اكمل دراستي بامريكا. ضحكني والله يا يما، الله يخوف على عقلك، قول امين. يعني شلون ما راح تكلمين ابوي؟ انا اروح اكلم ابوك؟ انت مو توك متهاوش معاه؟ اروح اقول له ولدي كل سنه طويل عليك، يقول لك بسافر برا بكمل دراستي، ينيت. إيه ما له شغل خو ابوي، يعني شلون افتر بالشارع انا اطر ابو علشان يسفرني؟ قولي له خليه يسفرني بدرس انا. انت افلح هني بالاول عشان تقدر تفلح برا. والله عاد يما كيفكم؟ أنا يا قلت تقولي حق أبوي علشان يسفرني، أنا رايح أدرس مو رايح ألعب، ما يبي يسفرني حتى المعهد ماني مكمل، زين؟ يلا ترى أنت مو صاحي، أنا أمك تكلمني بهالطريقة، صدقيني الحياة ما تستحي على وجهك.
شو اللي غير هالولد فجأة كذي؟ من دش عبد العزيز البيت والبيت من عفس فوق تحت، الولد يكلمني أنا وأبوه بهالطريقة؟ نوف، أنت لازم توقفين مع إخوانك. إحنا رافضين بيعة البيت، لأن هذا البيت بيت العائلة، بيت العمر، بيت أمي وأبوي، شلون نبيعه؟ Excuse me, one orange juice please. أنا قاعد أحكي طوفة، أنا قاعد أحكيك. هذا الموضوع خلصنا منه، تناقشنا وسكرناه. ما بدأنا نتكلم فيه عشان ننتهي منه. أختك جاتنا من الصبح وأخذتنا بشراع ومداف وأصرت على بيعة البيت، دشت فينا دعوم كذي مرة واحدة، كأن إحنا مالنا راي. بعدين لا تنسينا نوف، ترى البيت هذا كلنا له حق فيه. صدق والله؟ دام لنا حق في البيت. وينك؟ ليش ما قلت هالرأي يوم مرتك كانت تمرمرني وطفشتني من البيت؟ نوف، لا تدخلين خلافاتك القديمة مع مرتي في موضوع البيت، لا تخلطين الحابل بالنابل. هالموضوع هذا ما لي خلق اتناقش فيه، خصوصاً موضوع البيت، واللي عافيك أنا وين وإنت وين؟ أفكر بأختي اللي بتروح من إيداني ولا أفكر في البيت؟ يعني شلون؟ ينباع البيت كذي باردة مبردة؟ بس علشان مزاج آسيا تبيع البيت؟ ما يصير، ما يصير يا عالم، ما يصير يا بشر. طبعاً ما يصير. أقول لك ليش؟ لأن أنت ومرتك الوحيدين المستفيدين من البيت، أما أنا من زمان هديت لكم إياه وطلعت، قلبي ما راح يحترق على البيت لما ينباع كثرك. زين إذا ماتت آسيا وين بتروحين أنت؟ أنت إيش قاعد تقول؟ هذا هو الصج؟ أنت عايشة في بيت محمد على أساس أنت أخت مرته، بعد شهر شهر ونص الله بياخذ أمانته حق آسيا، أنت وين بتسكنين؟ وين بتروحين؟ انت انسان اناني ما تفكر الا بنفسك، وانا غلطانه اللي قاعده اسمعك عن اذنك. صبر نوف صبر. ايش فيهم الحريم هذول؟ عمد الواحد يتكلم معاهم كلمتين الا زعلوا وراحوا. اكسكيوز مي. عشاء بالصالة، تبي تجي تتعشى معي ولا لا؟ كيفك؟ بس مو تقولين عني نذل. Thank you.
الو الو من انت؟ مريم. اي نعم مريم، من انت؟ من وين متصل؟ انا اللي باخذ روحك. من اللي قاعد يتكلم؟ هات حاتين، انا داخل الكويت، ما حد يقدر يفكك مني لا بغيت اذبحك. اتخسي وتعقب، ما بقى الا اشكالك تهددني. انت لو ريال على الاقل كان اتصلت من رقم معروف مو مخفي. تقدمين استغاله باكر وتنسين انك كنتي صحفيه ولا ذبحك؟ اسمع عاد، ما ادري ايش صاير بهالبيت يا ربي، ما ادري من حاط عينه علينا، عين ما صلت علينا. يلا انك تهدي النفوس، يلا. ادخل. ماما ماما تقول راح تروح دارها عشان انت تتعشى. ما ابي عشاء. عصير ذات العينين السوداوين، ذات العينين الصاحيتين الممطرتين، لا أطلب أبدا من ربي إلا شيئين، أن يحفظ هاتين العينين ويزيد بأيام يومين، كي أكتب شعرا في هاتين اللؤلؤتين. لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، رميت ما عليك من جواهر وبعت ما لديك من أساور، ونمت في عيوني أشكوك للسماء، أشكوك للسماء. كيف استطعتي أن تختصري جميع ما في الكون من نساء؟ عسيانة أنا أحبك ولا أموت فيك. آسيا يا عيون آسيا، آسيا انت طالق، thank you.
شو الهبه هذه؟ ما ادري. نور دقي على الاسعاف بسرعه، دقي على الاسعاف. اي ان شاء الله. نور نور ليش تسوين؟ نور 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 حبيبتي نور. يا دنياي الظالمة، ألا تشفقين لحالي؟ سهام الألم تكاثرت ودروعي ليست من حديد. يا دنياي الظالمة، كنت أحتمي تحت ظل حبي وأذرو خوفي على قلبي الكبير. فنموت ونحيا ولا نمل المسير. يا دنياي الظالمة، تلقيت سهام الألم في ظهري وأبقيت صدري للحبيب. فسهم العاشق لا يغتب القلب ولا يقتله إلا ليحييه. يا دنياي، ألا تشفقين لحالي؟ الحب والألم يعيشان جنبا إلى جنب، العشق والدموع جاران لا يعرفان الرحم. نذرت حبي وعشقي لما تبقى في حياتك. يا حب عمري وقلبي، يا دنيا روحي، يا سيدة جنتي ومملكتي، عن أي مملكة أتحدث؟